السلام عليكم، مرحبا. بنتكلم اليوم عن نقطتين أساسيتين في نظام الإسكيل. أول حاجة بنتكلم عن الأدوات المستخدمة في النظام، وثاني حاجة بنتكلم عن الرسم السيكونس المثالي. طيب، بالنسبة للأدوات عندنا 7 أدوات نستخدمها في السيكونس. أول أداة اللي هي الفيبوناتشي ريتريسمنت، اللي هي ارتدادات الفيبوناتشي. هذه هي زي ما انتم شايفين، عشان نعمل عليها تعديل على المستويات اللي شايفين انتم. هذه الخطوط عبارة عن مستويات، نضغط عليها مرتين وهنا نعدل المستويات. طبعا في مستويات زي ما انتم هنا شايفين مستويات كثيرة، واحنا نستخدمها اغلبها، ولكن بالذات في نظام الاس كي سيستم احنا فقط بنحدد مستويات معينة. ممكن توقفوا الفيديو وتقدروا تعدلوا على الإعدادات. بالنسبة للألوان، الألوان اختيارية، كل شخص ممكن يعمل اللون اللي يحبه. هذه هي. طيب، طريقة رسم الفيبوناتشي بتلاحظوا إنه يختلف من الأسفل إلى أعلى لو كان الترند صاعد، والعكس من الأسفل إلى من الأعلى إلى الأسفل لو كان الترند هابط. ففي عندنا الأرقام طبعاً انعكست. هذه هي أول أداة. ثاني أداة اللي هي فيبوناتشي إكستنشن، امتدادات الفيبوناتشي، نقطة A 0 A B C، ونشد. هذه هي، هنا وهنا شايفينها. بضغط عليها كمان مرتين عشان تحددوا المستويات اللي احنا محتاجين لها. زي ما قلنا كل المستويات واغلبها احنا نستخدمها، ولكن حاليا في هذا النظام بنحدد مستويات معينة. اللون اختياري. الأداة الثانية اللي هي الـ APC، اللي هي الـ Elliott Corrective Wave، A B C. عندنا الموجة A والموجة B والموجة C، هذا هو اللي نرسم فيه السيكونس. الأداة الرابعة اللي هي المربع، ما فيش أي تعديلات عليها ولا أي تغييرات ولا أي إعدادات. عندنا الأداة اللي بعدها اللي هي الـ RRR، اللي هي الأداة المستخدمة لحساب نسبة الربح إلى الخسارة، اللي هي عندنا أداتين: Long Position اللي هي الباي، والشورت بوزيشن السيل. لاحظوا هذا الأخضر الربح، وعندنا هنا الأحمر والأسود الخسارة، عكس بعض عشان هذه المنطقة شراء وعندنا هنا بيع. الأداة اللي بعدها والأخيرة هي تقريبا نقدر نستغني عنها، لأنه عندنا الأداة هذه تعمل نفس العمل، اللي هي هذه الأداة اسمها الريب كاونتر، اللي هي تعد لنا عدد البيبس، كم تحرك السوق بيبس في الاتجاه الصاعد أو الهابط. طيب، الأدوات هي فيبوناتشي ريتريسمنت، فيبوناتشي إكستنشن، الـ A B C waves، وعندنا الريكتانجلر المربع، وعندنا الشورت واللونج بوزيشن، وعندنا البيب كاونتر. طبعا الأدوات الرئيسية جميعها تمام، لكن احنا بنركز في البداية على 4 أدوات. 1 2 3، هذه الأدوات الأربعة. كيف نرسم السيكونس؟ اللي السيكونس اللي انتو شايفينه هذا هو سيكونس مثالي، بمعنى هو السيكونس اللي يتكلم عليه الإسكي سيستم، ولكن السوق أبداً أبداً ما يعطينا سيكونس مثالي، يعطينا شبيه للسيكونس
وإحنا لازم ننتبه لشروط معينة عشان نقدر نرسم على أساسه السيكونس. أول أداة استخدمناها اللي هي أداة الـ ABC Waves، تمام؟ في لها شروط معينة. أول حاجة نجي ندمجها مع الأدوات اللي أساساً إحنا أخذناها. أول أداة اللي هي الفيبوناتشي ريتريسمنت. الفيبوناتشي ريتريسمنت عشان نرسمه نروح لعند أكثر نقطة منخفضة في السوق ونسحبها لأكثر نقطة صاعدة في السوق، تمام؟ زي ما أنتم شايفين بهذه الطريقة. الشرط الأول، طبعا هنا نستخدم المربع. الشرط الأول، ركزوا لي أنتوا على هذه المستويات الأربعة اللي بين 50 و 66. الشرط الأول إنه النقطة B، هذه النقطة B شرط أساسي إنها تكون بين المستويات الأربعة هاي. يعني ممكن تكون هنا، ممكن تكون على هذا المستوى، ممكن تكون على هذا المستوى، وممكن على هذا المستوى. لازم تكون بين المستويات الأربعة عشان نقول عليه سيكونس مثالي. هذا أول شرط خاص بالنقطة B. كمان إحنا ما نقدرش نقول على السيكونس اللي في السوق إنه سيكونس إلا لو تحقق شرط ثاني. الشرط الثاني واللي هو الأساسي وأهم من النقطة B، إحنا فرضنا السوق عندنا بهذه الطريقة. لو السوق عندنا بهذه الطريقة لحد الآن، ولو إنه تحقق شرط النقطة B، ما نقدرش نقول على السيكونس إنه سيكونس، لأنه في شرط أساسي اللي هو النقطة B لازم يتم كسرها وتجاوزها من السوق، حتى لو بذيل شمعة بشعرة. طالما إنه تم تجاوز النقطة A، فمعناه هنا نقدر نقول عليه سيكونس، تمام؟ في حالة إنه السوق كسر النقطة A، إحنا نطلق عليه سيكونس. نجيب الأداة الثانية، نشيل هذه الأداة طالما حددنا فيها المربع. نجيب الأداة الثانية اللي هي الفيبوناتشي إكستنشن، امتدادات الفيبوناتشي. نستخدمها صفر، بعدين نمد لعند النقطة A، بعدين نشد للنقطة B، تمام؟ ونحدد الهدف. الهدف اللي هو المستويات الثلاثة اللي في الأعلى، اللي هي السي التارجت، اللي هي احتمالية إنه السي توصل لهذه المنطقة، تمام؟ مرة ثانية نستخدم الفيبوناتشي إكستنشن في حالة تم كسر النقطة A بهذه الطريقة، نقدر نقول عليه سيكونس. النقطة C هذه اللي إحنا نسحبها ونتحرك فيها، ارتفاعها يعتمد على البي. يعني مثلا لو النقطة B، خلونا نشيل المربع، لو النقطة B كانت هنا في هذه المنطقة، احنا بنرفع الاكستنشن وبالتالي بيتغير معانا التارجت، تمام؟ لو كانت النقطة B بهذه الصورة، احنا بننزل كمان الاكستنشن. لهنا نكون تكلمنا عن شرط النقطة B اللي المفروض تكون بالأربع المستويات، وتكلمنا عن انه لازم النقطة A يتم كسرها عشان نقول انه معانا سيكونس. ولو تم كسر النقطة A، بنستخدم أداة الفيبوناتشي اكستنشن. في نقطة مهمة أساسية كمان اللي هي خاصة بالنقطة B. شرط أساسي عشان نقول إنه في عندنا سيكونس، تمام؟ لازم هذه النقطة B ما تكسر النقطة صفر أبداً. يعني ممكن توازيها، ممكن تكون على نفس المستوى لكن ما تكسرها. ليش؟ لأنه أساساً إحنا لما نستخدم الفيبوناتشي إكستنشن، الفيبوناتشي ريتريسمنت، إحنا قلنا لازم نرسمه من أكثر نقطة منخفضة، تمام؟ فطالما إحنا رسمناه من هذه المنطقة
على اعتبار انها اكثر منطقة منخفضة، والنقطة A تمام اكثر منطقة مرتفعة في السوق، في اكثر حالة للسوق. فلما نيجي هذه المنطقة تم كسرها، كسرت النقطة صفر، معنى هذا انه خلاص تكونت عندنا نقطة جديدة منخفضة، فبالتالي بنرسم السيكونس من النقطة B وننتظر حتى يتم تكون للنقطة A جديدة وهكذا. طيب نجي نعيد الكلام اللي قلناه بشكل سريع. عندنا سيكونس، هذا السيكونس، نجي نرسم الفيبوناتشي ريتريسمنت، حددنا نقاط الانعكاس تمام، فرضا انه النقطة هذه ما زالت هنا موجودة، احنا لحد الان هذا اللي قادرين عليه وما نقدرش نستخدم الأداة الثانية. في حال انه تم تجاوز هذه النقطة على طول نستخدم الاكستنشن ونرسمها ونسحب، وبهنا نكون حددنا المربع الثاني اللي هو التارجت، احتمالية وصول السوق إلى هنا بعد أن تم كسر النقطة A كبيرة. ولكن لو تم كسر هذه النقطة، هذا المستوى واحد، فالاحتمالية تكون أكبر لوصول السوق إلى التارجت. لهنا أكون كملت الدرس اليوم، وإن شاء الله يتجدد معنا اللقاء في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.